السلام الله عليكم، تحياتي. وصلتنا رسالة سريعة هيك من أخت عزيزة بتحكي إنه انصدمت لما راحت عند الدكتور وعملت صورة أشعة للعمود الفقري وقالها طبيب العظام إنه بنتك عندها سكوليوزيس أو انحناء في العمود الفقري. عشان ما ننصدم لازم إحنا نعرف كيف نعمل الفحوصات هذه البسيطة للقامة للأطفال وللأولاد الصغار في مرحلة النمو، لأنه إذا وصلنا ل 18 سنة في هاي الحالة بتكتمل موضوع النمو عند البنت أو عند الشاب. فإحنا ندير بالنا من الصغر ونشوف ونتطلع على بعض الأمور اللي ممكن تعالج. طبعا هاي فيش في إلها علاجات تانية إلا العلاج الطبيعي يعني اللي بنحكي لكم عليه. وكمان بحب اوجه عنايتكم انه في نفس الوقت احنا بنعمل لايف هون معكم، والبنات حيعملوا لايف تاني للتمارين العلاجية اللي لازم البنت هذه تسويها للتخلص من المشكلة. في البداية كيف انا ممكن اعرف انه ابني عنده انحناءات او مشاكل في القامة او سكوليوزيس في العمود الفقري؟ طبعا العمود الفقري انتم بتعرفوا انه نخاع شوكي وجهاز عصبي مركزي داخل فقرات في أقنية داخل الفقرات هذه كلها، من ناحية الرقبة بتيجي المرحلة الصدرية 12 فقرة، بتيجي المرحلة القطنية 5 فقرات، وهيك بينمنى العمود الفقري، وبين كل فقرة والتانية في الغضاريف هذه اللي هي بتمنع الاهتزازات. هلا العمود الفقري مشكل ومعمول انه يكون في انحناء جانبي هون شوي هيك للخلف لوردوزيز، وانحناء من فوق شوي لوردوزيس كمان للرقبة، والانحناء الأمامي شوي هيك المنطقة الصدرية جاي لقدام. هذا شيء طبيعي عشان قوة العمود الفقري وصحة العمود الفقري لازم تكون الانحناءات هذه. إذا الانحناءات هاي راحت أو زادت عن حدها هنا بتبلش المشاكل. وبالشكل الجانبي العمود الفقري لازم يكون مستقيم، يعني إذا حطينا خط لازم تكون بالطريقة مستقيمة. من ناحية الجانبية في هاي الحالة بصير في عنا انحرافات. كيف ممكن نعرف انه في انحرافات ولا لا؟ في هاي الحالة بنتطلع على الحوض وبنتطلع على الاكتاف. اذا كتف نازل عن كتف في هاي الحالة في سكوليوزيس، اذا حوض طالع عن حوض في هاي الحالة في عندي مشكلة، في عندي انحناء. يعني لو نحط عصاي من تحت وعصاي من فوق، هدول العصايتين لازم يكونوا على نفس المستوى، مش عصاي رايحة هيك وعصاي رايحة هيك. وهي هي الزاوية اللي بنحكي عنها زاوية الانحناء. احنا بدنا هاي الزاوية او هذا الخط المستقيم من الاعلى على الاكتاف يكون متساوي مع الخط المستقيم على منطقة الحوض. يعني من ناحية عملية بدنا نطلب من الطفل انه يوقف يخلع ملابسه العلوية ووقف قدامنا بالطريقة هذه ونتطلع هل الكتف هذا نفس المستوى تاع الكتفات، هل الحوض زر الحوض في المنطقة هذه نفس المستوى زي المستوى اللي تحت، اذا في ارتفاع او انخفاض اذا بدنا نفحص. كمان بنخلي الطفل يحني على بالطريقة هذه، نتطلع على العمود الفقري ونشوف نفس القضية، نشوف الانحناء هذا. اذا مش عارفين تشوفوا الانحناء على العمود الفقري بالضبط وين خط العمود الفقري، شو ممكن تسووا انتوا في ايدكم؟ في تعملوا حركات ضغط على منطقة العمود الفقري بالطريقة هاي، وبصير تضغطوا على هذه المفاصل الخارجية. في هاي الحالة بعد عملية الضغط بالشكل هذا حيصير في عندكم خط احمر فوق الفقرات. الخط الاحمر هذا حيرسم لكم الخط تاع العمود الفقري بشكل سهل، بس بمجرد ضغوطات بسيطة تعملوها على ظهر الطفل هيك هيك هيك، فبتحسوا المناطق البارزة هذه اللي هي بتشكل خط، لازم تشكل خط مستقيم. حتى انتوا اذا بتحطوا ايدكم على على راسكم بتصيروا تنزلوا شوي شوي على الرقبة، الفقرة السابعة من الرقبة بتشوفوها هيك بارزة شوية، هذه الفقرة السابعة، وبتضلكم نازلين وبتحسوا الفقرات هذه واحدة واحدة وبتعملوا خط كامل فبتشوفوا قديش. هلا الفحص سهل زي ما انتم شايفين. طيب هلا العلاج، شو في علاج لهيك حالات؟ فيش علاج دوائي فيش علاج دوائي للموضوع.
فيش علاج ابر وما ابر وكورتيزون ومش عارف ايش زي اللي متعودين عليه. العلاج هو عملية تقييمات لارجاع الفقرات لوضعها الطبيعي قد ما نقدر، ونعمل عملية شد للعضلات اللي مرتخية وتقوية، وارتخاء للعضلات اللي بتكون مرتخية وبشكل كبير. يعني اذا انا منحني بالطريقة هذه، اذا انا في عندي سكوليوزيس سي متجهة نحو الجهة هذه، فهاي العضلات من وراء او من قدام، الجهة اليمين بتكون منقبضة والجهة الشمال بتكون منبسطة، منبسطة وشادة وضعيفة، وهون منقبضة وشادة وضعيفة. ففي هاي الحالة أنا بدي أرجع أقيم شوي شوي للوضع الطبيعي والوضع الصح عن طريق هذه التمارين. هلأ الفحص كمان بيتم لما بدنا نتأكد مظبوط، مش بس في وضعية الوقوف، كمان بنقول للشخص احني حالك لقدام قد ما تقدر. لما يحني حاله لقدام من نلاحظ قديش التقعر اللي موجود، هل هو كوس مستقيم ولا انا الحني هاي جاي بالطريقة هذه ومستقيم هون، ولا جاي بطريقة على الجانب شوية. وكمان الشغلة اللي ممكن الاحظها كمان لما احني حالي، انه المنطقة الصدرية والقفص الصدري اللي هو متصل في الفقرات الصدرية 12 بيكون في عنده عملية التفاف وعوجاج. يعني بنلاحظ لما نحني المنطقة اللي فيها الانحناء هذه بتطلع لفوق، ذبة بتصير في القفص الصدري من الخلف في منطقة، والمنطقة الثانية ما بتصير، يعني بتكون نازلة، اشي طالع اشي نازل، زي السنام على اليمين طالعة وعلى الشمال خافتة. ففي هاي الحالة سهل يعني ان نشوف، وما بدها الشغلة لا صور اشعة ولا شيء، بس اذا لتأكيد الانحناء بتروحوا بتعملوا صورة اشعة وبتشوفوا. والخيار طبعا النهائي والاخير عند الدكاترة اطباء العظام انه عملية تقويم، وانا ما بنصح اي حدا في عملية، انا ما بنصح الا اذا كان في ضرورة قصوى، لانه لما تجرحوا انتهى الموضوع، انتهى الموضوع. شو الشغلات اللي ممكن تساعد فيك حالات؟ طبعا المشي، اي رياضة ممكن البنت تحب تسويها، اي رياضة بغض النظر، الحركة كويسة، السباحة قوية كتير وكويسة كتير لكل حالات العمود الفقري، المساج هاي اساسيات لازم تنعمل مرة في اليوم على عضلات الظهر كلها، لازم واحد للبنت هذه نص ساعة لساعة من المساج التعق في هالزيوت على منطقة الظهر، هذا حيساعد كتير في تليين العظام وتليين العضلات لتسهيل رجوعها للوضع الطبيعي. كمادات المي السخنة قبل عملية التمارين على منطقة الظهر هذه حتساعد كتير، يعني الكمادات هذه ممكن نعملها او نجيب كربي سخنة ونحطها على منطقة الظهر مع لفها في بشكير قبل عملية التمارين، هذا بيعمل عملية استرخاء للعضلات وبنحرك حالنا بشكل أكبر. تمارين التعليق، إنكم تحطوا ماسورة هيك وتعلقوا حالكم أو تخلوا البنت تعلق حالها 5 دقائق 5 ثواني وتنزل، هذا بيعمل عملية جبد للعمود الفقري وإرجاع اصطفاف للفقرات بشكل كويس. التعليق او السحب، يعني بنرفع ايدينا بالطريقه هذه على الماسوره وبنخلي ثقل جسمنا هو اللي يجبد العمود الفقري لتحت، وهي شغلات لا هي مؤلمه ولا ما يحزنون. هلا المشكله في هاي الاعراض الاعوجاج هذا انه بجيب اعراض تانية بعدين، طبعا المنطقه الصدريه والرئتين والجهاز التنفسي هو المتاثر الاكبر بيكون في الموضوع، لانه حيعمل هذا الشيء ازمه وضيق نفس وصعوبه في التنفس، لانه بصير في اختلال في وضعيه القفص الصدري، بصير في عندنا مشاكل في نفس العمود الفقري والنخاع الشوكي اللي فيه وضغوطات على النخاع الشوكي، وهذا مشكله كبيره بيؤدي الى ضعف في عضلات الجسم ونمنمه وخضران في الايدين والرجلين وكل اعضاء الجسم، وعدم قدرة العضلات انها تتحرك بالشكل الصحيح، لانه التروية العصبية
فيها مشكلة، بصير في عنا ضغط على الأعصاب الفرعية اللي بتطلع من العمود الفقري وبتتوجه للإيدين للرجلين، زي عرق نسا، زي آلام في الإيدين، آلام في الرقبة، بصير في عنا مشاكل عضلات ومشاكل مفاصل وآلام ناتجة عن العضلات والمفاصل في العمود الفقري، من وراء، من تحت، من فوق، كل العمود الفقري بيكون مختل، التوازن عندنا بيكون مختل، بصير عندنا مشاكل في الحوض من تحت، بصير في عندنا مشاكل في الركب. انتوا بتحكوا عن خربطة التوازن ميكانيكي للجسم كله، يعني اذا الكتف بده ينحني بالطريقة هاي، اذا بده يتبعه انحناء الرأس للجهة المعاكسة، بده يتبعه انحناء الحوض للجهة المعاكسة، بده يتبعه ضغط اكثر على مفصل الركبة في الجهة الشمال في الجهة المعاكسة، بده يتبعه ضغط اكثر على القدمين في الجهة المعاكسة، وهون كل المفاصل هذه بتصير تألم، وممكن يصير في عنا مشاكل بسبب الانحناءات هذه. وعلاجها بسيط، بس بده شوية همة، شوية بسكليتات هيك للأطفال هدول يتحركوا، يمشوا، يسبحوا، يركضوا، يلعبوا كرة قدم، يضلهم في حركة مستمرة مع التمارين العلاجية اللي هلأ البنات بتوقع قاعدين بفرجوهم فيها على اللايف التاني. شكرا لكم، تحياتي. اي مشكلة بدكم اياها بس اطرحوها، وانا حطيت لكم الرابط على التلفزيون تاعنا، القناة هذه اللي حتعالج لكم وتعطيكم كل الافلام على مدى 24 ساعة تضلكم تحضروا افلام. وهلا على التلفزيون هون على القناة اللي على صفحتنا على الويب سايت في بحدود 20 فيلم 30 عن مشاكل العمود الفقري، فتوجهوا للقناة هذه اللي ممكن تفتحوها وتخلوها مفتوحة وانتوا تسمعوا عن مشكلتكم طول الوقت بدون لا تروحوا على اليوتيوب ولا على تدوروا هون ولا هون، لان كتير افلام عملناها عن الموضوع هذا، فاستفيدوا من هالمعلومات هذه ومن الافلام هذه لعلاج نفسكم ووقاية نفسكم من نفسكم. بس تابعونا واحضروا وشوفوا، واللي بدكم اياه احنا مستعدين. تحياتي لكم، سلامات، اللي نعطي المعلومة بدون اي مضايقات، لانه السوشيال ميديا يا جماعة الخير تحدد كتير من النشاط، ما بدهم الناس يحكوا والدكاترة يحكوا في توجه مرسوم، اي انحناء عن التوجه اذا بيشيلوا الافلام بتاعتي وبيعملوا لي بلوك، سواء على التيك توك سواء على الفيسبوك. بمجرد انا بحكي عن علاج تنفسي، يعني تشيست فيزيوثيرابي للحالات اللي بتعاني من المشاكل التنفسية، والله ما جبت سيرة كورونا يعني ولا مش عارف ايش، وما تطلقوا تطلبوا مني احكي عن كورونا، هحكي عن كورونا بس مش على الفيسبوك ولا على التيك توك ولا على اليوتيوب، لاني اذا حطيت اشي على اليوتيوب او على الفيسبوك خراب بيوت، يعني حيسكروا لي الصفحة. هحط الافلام هذه على صفحتي الخاصة في بيتي الخاص، على صفحتي على الويب سايت اللي هي ملك لإلي وما حدا بيقدر لا يشيل ولا يحط، انا اللي بتحكم فيها، فقابلوني هناك، روحوا على الويب سايت هذا وخذوا كل المعلومات هاي اللي بدكم اياها. وبنضلنا نشوفكم كمان على الفيسبوك وعلى التيك توك، بس ما بقدر احكي براحتي على الفيسبوك وعلى التيك توك. سلامات، تحياتي لكم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا وفيدوا الناس التانيين باعطائهم هاي المعلومات، اللي ما تكون حكر على حدا لانها معمولة للعامة، لكل اللغات، لكل الاجناس، لان بنقدم في الانجليزي وبالعربي وفي لغات تانية حتى، ومع اخصائيين من مختلف القارات ومختلف الثقافات ومختلف اللغات ومختلف العادات، اللي نوصلكم المعلومة الصح الأساسية للعلاج والمضمونة طبعا حسب اتفاق كل الأخصائيين هدول على هالطرق هذه اللي هي مش جديدة، بس عليكم ممكن تكون جديدة. فما تروح تعملوا جلسات اللي هاي علاجات مكلفة بتكون، ممكن تتابعوا في الجلسات، بس ضروري جدا العلاج البيتي هذا اللي بنحكي لكم عنه يكون متواجد كمساعد لكثير من الحالات، كمساعد للأدوية اللي بتاخذوها، كمساعد لاختصاصات تانية قاعدة بتشتغل معكم كجلسات مرة مرتين في الأسبوع. بس هذا العلاج اللي بنحكي لكم إياه يومي، معمول ببركة إيديكم في البيت، مش مكلف،
وكلها شغلات بسيطة بتروحوا على البسطات الفكيرة هذه وبتجيبوها وبتعملوا كل الإجراءات هذه وشوية عصي زي هيك. انتوا هيك ضمنتوا انكم في عندكم دواء وفي عندكم طرق علاجية فعالة 100%، وهاي ما بنقصر في عملية توصيل المعلومة بحيث انكم تنفذوا المعلومات هذه بالدقة بدون اي تخوف من اي اعراض جانبية. شكرا لكم، تحياتي.